هل يجوز أكل الحيوانات البرمائية وبالأخص الضفدع والتمساح؟ يقضى الأكل، ما في أكل مسكين يعني. على كل حال الـ 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 الأصل ما في شيء برمائي، يعني الحيوانات إما حيوانات البر وإما حيوانات البحر، هذه البرمائية اللي تعيش بين الجانبين، لكن في النهاية هو يغلب على إما برية وإما بحرية في النهاية. والأظهر والعلم عند الله تبارك أن التمساح يجوز أكله، أن التمساح يجوز أكله. أما الضفدع فقد جاء النهي عن قتلها، فإذا قالوا أنها لا تؤكل من هذا الباب، أنه باب النهي عن قتلها في ذلك لا يجوز أكلها من هذا الباب. أما الأصل في الحيوانات الأطعمة بشكل عام الأصل فيها الحل، أصل فيها الحل إلا ما ثبت الدليل على تحريمه، والله أعلم.